أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال تكرر كثيرا، وهو: ما حكم استعمال زيت الحشيش للنساء؟ أنا أقول الزيوت كثيرة، ولا حاجة إلى زيت الحشيش. الحشيش كما تعلمون من المخدرات، فإذا روجناه روجنا للمخدرات باسم إن هذا زيت وهذا مدري، فلا يجوز فتح هذا الباب، يجب إغلاقه. وفيه من الزيوت ما يغني عنه. نعم.